الملموسات رهيبة ذابت الريحة ولا أحلى. والحين طبعا مكسرات أهم شيء. صحيح يعني طبعا جان ما شاء الله عليها ما انتظرت مثلا نحط السفرة ولا نجتمع على طول هجوم. بالعافية حبيبي. طبعا لازم يكون في اكسترا مكسرات للي يحب يزيد. وفي هذا الصوص اللي هو ثوم وكزبرة وفلفل وليمون وطماطم عشان تتاكل معاها وممكن الزبادي. سمورة وصل. يلا حبيبي نعومة وصلت طبعا جنت. يلا صحنوا على طول. مين منورنا اليوم؟ بنت جبر نورتي 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 عن جد. ميسيو ما تتخيلي مصر أخذتك منها.